السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذه غادي نبارطاجي معكم كيفاش تقدروا تنسخوا يعني كلي ديال الطوموبيل ديالكم، كيفاش تقدروا تنسخوها تشريو وحده جديده فيرج وتنسخوا فيها يعني الكود اللي كاين ديجا عندكم في لاكلي القديمه يعني الاوريجينال باش وليتي هذه ديماري. وهذا انا غادي نبارطاجي معكم يعني دو ا زد كيفاش شريت هذا الشيء وكيفاش غادي نخدموا هذا الشيء وشنو غادي نحتاجوا واش هذا الشيء صعيب ولا ما صعيبش. غادي نبارطاجي معكم كل شيء، غير بقاو معايا تبعوا لا فيديو ايطاب بار ايطاب. ولا نسيت شي حاجه راه في الاخر الفيديو غادي نذكرها وغادي نقول معلومات يعني مهمه واللي طرد ليهم البال. دابا غادي نبارطاجي معكم هنايا باش نوريكم شنو غادي نحتاجوا. بطبيعه الحال نحتاجوا بي سي وغادي نحتاجوا هاد لوتيتا هي راه شريتها، راه سميتها البي اس ا او اللي كيفما كيعرفوا اصحاب الدياغنوستيك كيسميوها الدياغ بوكس. هذه خاصه بالبيجو والسيتروين، دونك هذا الميثود اللي غادي نوريكم خاصه بالبيجو والسيتروين. بالنسبه لكم اللي عندكم يعني فولكس فاجن ولا شي حاجه اخرى راه غتحتاجوا في سي دي اس او لا ديلفي على حساب. المهم كل طوموبيل ولوتي باش كتخدم. المهم انا بالنسبه لي بيجو غادي نخدم بالدياغ بوكس، هادو لي كاب ديالها كاملين. بالنسبه للساروت اللي كانت عندي ديجا هي هادي السيروت اللي كانت عندي في الاول، هادي هادشي كيزلق، هادي كانت عندي في الاول هادي كانت عندي ديجا في الاول وكان خاصني ندير وحده ضروري سكور. هادي صوبه لي واحد السيد وهو نيت ريكوبيري ليا واحد الكود بين، دابا نهضر لكم عليه منين نوصلوا للمرحله ديالو. هاد الكود بين ولا نهضر عليه دابا، هاد الكود بين هذا هو باش غادي نقدر انني نسخ الصورت ملي غادي نوصل للمرحله ديالو. غادي يطلبوا ليا داك الكود بين كيتعطى لك في لاكارت كونفيدونسيال ملي كتشري الطوموبيل من لا ميزون. والا انت شريتي الطوموبيل على شي واحد اخر كتمشي لا ميزون واش كتخلص 250 درهم وكتدفع كتقاليزي واحد الورقه وكيعطيوك داك الكود بين دو لاكلي باش تقدر انك تنسخ. دونك انا فاش صوبت هادي عند واحد السيد يعني كيصوبهم خرج ليا الكود وسجلته عندي، الله يرحم ليه الوالدين في هاد النهار هذا. وهادي اللي شريت بار انترنيت من الي اكسبريس، راه فيها يعني لابيس لداخل ودرت ليها الحجره. دابا نحلها ونوريكم المسائل ديالها. اما مي دابا الفيديو غادي نوريكم غير كيفاش نردوها خدامه وبدا ديماري. ونسيت بالنسبه لهاد النقشه هادي ديتها للسيد اللي كينسخ عاوتاني السوارت ونسختها ب 20 درهم باش يدير لي يعني نفس الشيمال اللي كاين هنايا يتعاود هنايا. يعني دابا هادي راه كتحل الطوموبيل ولكن ما كديماريش حيت خاصني نعرفها الكالكولاتور ولا لورديناتور ديال الطوموبيل، نعرفها عليه بهاد لوتي هادي وغندخلوا ليها من واحد اللوجيسيال. دابا نوريكم الا بغيتو نبارطاجي معكم كيفاش نانستاليو الدياك بوكس بطريقه سهله وبلا ما تحتاج انك يعني يكون عندك في البيسي غير في الفيرتوال وتديه معاك فيما بغيتي يعني كيف ما كان البيسي تخدمه فيه. مرحبا، خليوها لي في لي كومونتير. دابا ندوزو مباشره للشرح ونبداو لا براتيك. دونك اول حاجه كيخصنا نديرو باش نكونيكتيو الكابل، اول حاجه كيخصنا يعني باش نكونيكتيو الكابل او لو بي دي ا ولا كل واحد شنو كيسميه. المهم هذا الكابل هذا كل طوموبيل كيكون عندها يعني البور ديالها فشي بلاصه. انا بالنسبه لي كاين هنايا تقلب عليه غير في الشيما في جوجل تكتب سميه الطوموبيل ديالك ودير لو بي دي ا وغادي يوريوك. انا بالنسبه لي كنحل غير هذا الكاش هذا بحال هكا صافي وكيبان ليا هو هنايا. دونك غادي نتبرونشي معاه بحال هكا واحترموا ديما ردوا البال باش ما تمشيوش تهرسوا دوك السنينات بحال هكا صافي هو تكونيكتا. ودابا كذلك غادي تكونيكتيه مع البي سي. من البي سي غادي تكونيكتيه، قبل ما تكونيكتيه مع البي سي غادي نحتاج انني نزيد نكونيكتي هاد الجوج لي كابل هادو. اون فوا نكونيكتيهم غادي عاوتاني تكونيكتي، غادي عاود تكونيكتي هاد الجهه هادي بهاد الكابل هذا، ومن بعد غادي تكونيكتي للبي سي باليو اس بي. انا ندير هاد العمليه هادي ونعاود نكمل التصوير. دونك صافي راني برونشيتو كيف ما قلنا، برونشينا هذا مع الطوموبيل ابخي كنبرونشيو هذا. كاين اللي عندهم ديريكت يعني غادي ديريكت، انا بالنسبه لي حيت هذا يعني واحد لا كوبي زوينه، هذا ماشي اللي عندي بعدا راه ماشي اوريجينال يعني هي كوبي ولكن قاد الغرض. ومن بعد ها هو داك كيفاش شفتو راه شاعل دابا، كتبرونشي هاد الكابل هذا اللي داير بحال الفي جي ا وديريكتومون كيمشي للبي سي، كيمشي فيا كابل البي سي. ودابا غادي ندخلوا للبي سي نوريكم يعني اللوجيسيال ونبداو ان شاء الله المراحل ديال كرياسيون ديال لا كوبي او لا لابرونتيساج ديال لاكلي باش يعرفها الكالكولاتور ديال الطوموبيل تولي ديماري. دونك دابا راه حنا وسط البي سي وهذا هو اللوجيسيال. وهاد اللوجيسيال راني نديرو انا غير في ماشين فيرتوال حيتاش مباشرة تانستالي في الماشين غيال،
عندي ديسك دور دو تكنولوجي جديده وفاش قريت عليه يعني كي اكسبتي غير دوك لي تكنولوجي القدام الاي دي او وواحد اش سي. المهم ما بقيتش عاقد، دابا ندير لكم فيديو ان شاء الله الا بغيتو ديال لانستالاسيون ونفهم لكم يعني كيفاش انستاليو بطريقه سهله بلا ما يوقعوا لكم المشاكل. دونك قبل ما نلونسيوه غادي ندير لابيل كونتاكت اولا كنتسمى بوزيسيون كونتاكت في في في, في الساروت، يعني غير بحال هكتي الدوره الاولى غير باش يدوز الضو الطوموبيل، وديك الساعات غادي نلونسي الداك بوكس. يس بالنسبه للافيرسيون اللي راني داير في البي سي داير غير القديمه 0702 بحال 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 الجديده بحال القديمه، ما كاينش شي كاينش فرق بزاف. وبالنسبه لي انا عندي بيجو عندي 207 فوالا، انا عندي الكان يعني الجينيراسيون الجديده، وبما انه داير لابيل كونتاكت اوتوماتيكمون غادي يقرا يعني الفان ديالها النيميرو دو سيري ديالها. انا درت ليه يعني ما بينتو لكمش، ولكن الا ما كنتيش شاعل درتي برومي كونتاكت راه ما غاديش يطلع لك، غير خصك تسيزيه مانيوال. المهم عقلوا على هاد المعلومه هادي. غنختار ديك بوكس من بعد نمشي للغيباراسيون. هنايا غادي يحاول يعني اللوجيسيال يسكاني كاع لي كالكولاتور اللي كاينين او لي موديول اللي تابعين الكالكولاتور. نتسناو حتى يسالي الشارجمون، الا كتلاحظوا هي واحد لا بار دو بروغريسيون كاينه لتحت يعني 30% 35% يعني كيسكاني كاع لي موديول او رابور مع الكالكولاتور باش يعطينا بحال هكا رابور ديطاي. حنا غنخليوه تيسالي، ماشي هذا هو الغرض ديالنا. غنمشيو للبي اس اي، انا هاد العمليه بغينا نديرو كاينه في البواتي دو سيرفيتور دو سيرفيتود انتيليجونت، نكليكيو عليها وغادي نديرو فاليدي. يعني قلنا ليه غندخلو لهاد البي اس اي هذا وغنديرو ليه فاليدي وغندخلو الباك دو ريباراسيون ابرونتيساج. ابرونتيساج دي كلي هنايا غادي يقولك بلي غير خصك واحد البين اللي قلت لكم تقدروا تجيبوه من لا ميزون، اولا الا جبتي ديجا شريتيها من لا ميزون كيكون عندك لا كارت كونفيدونسيال كيكون فيه واحد الكود فيه ربعه لي شيفر هو اللي غادي تحتاج، اولا تمشي لشي واحد يعني ديال دياغنوستيك ويجبدوا لك ما عرفش شحال غيحسب عليك. فاليدي فو شوازير لو كود انسكري سور لا كارت. المهم انا قالك غادي ندخلوا داك لو كود، انا ديجا عندي واحترموا الماجيسكيل يعني كيف ما هو كتبوه وغادي نفاليدي. قالك عاود دخلو يعني لا كونفيرماسيون كونت كونفيدونسييل كوريكت. دابا غادي يخليني نكمل المراحل الاخرين ندير فاليدي. سيزيغ لو نومبغ دو لاكلي، هادي مزيان مني طلبها لينا قبيله وريتكم ثلاثة د ليكلي، يعني دابا خصني نكتب ليه ثلاثة ما نزقلتا وحدة، إلا مشيت درت جوج غادي نبروغرامي جوج وديك الثالثة ما غاديش تخدم. ولافونتاج ديال هاد لوبيغاسيون هادي يعني إلا كان طاحت لك شي وحدة جي دير غير لابخونتيساج ودخل غير العدد اللي عندك، هاديك اللي طاحت لك صافي ما كتبقاش خدامة. دونك أنا عندي ثلاثة غادي ندخل ثلاثة كوبي لو كونتاكت يعني قال لك طفي لو كونتاكت. انا دابا غادي نطفي غادي نوريكم في الكاميرا يعني باش بقى نشوفو او ميم طون.